يا مساء الانوار على حضراتكم جميعا، يا اهلا وسهلا وحلقه جديده ومساء الانوار. في الجزء الثاني من هذه الحلقه كالعاده حصاد الاسبوع، بنستعرض مع بعض هذا الاسبوع المثير للغايه والنتائج التي فيها مفاجآت كثيره، الاهداف التي سجلت، اهم ظواهر هذا الاسبوع، وسيكون اللقاء مع الكبار الكباتن فاروق جعفر ومجدي عبد الغني. في البداية وكالعادة باقة من آخر الأخبار والمستجدات، بنبدأها كالعادة بسؤالكم النهاردة على صفحتكم مساء الأنوار على الفيسبوك. اختار أحلى هدف من الأهداف الأربعة اللي هنعرضها على حضراتكم حالا. الهدف الأول لنجم نادي الزمالك كهربا في مرمى الداخلية بالأمس، كان هدفا هاما للغاية. احنا بنتكلم على حلاوة الهدف مش على اهميته طبعا. هدف التاني هدف جيرالدو في مرمى سموحة، ايضا هدف هام جدا، ولكن نتحدث عن الجمال. الهدف التالت هدف سيف الجزيري لاعب المقاولون العرب في مرمى نادي الجونة. ثم يأتي آخر الأهداف صلاح أمين لاعب النجوم في مرمى مصر المقاصة، بصرف النظر أن النجوم قد هبط إلى القسم الثاني، كما هبط بالأمس أيضا نادي الداخلية إلى القسم الثاني، وتقدم مديره الفني الكابتن علاء عبد العال باستقالته من تدريب الفريق. قبل ما نستعرض أخبارنا النهاردة الحقيقة مع زميلنا حسين شعبان، حط تصور لطيف قوي للأندية وربطناها بالمسلسلات، بما أن شهر رمضان هو شهر الصوم والعبادة وهو أيضا شهر المسلسلات. يعني الفنان اللي ما بيتعرضش مسلسله في رمضان بيعتبر أنه لم يقدم مسلسلا طوال العام، بالرغم الحقيقة أن المسلسلات سواء في رمضان أو خارج رمضان بتحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، لكن يبقى رمضان له رونق آخر بمنتهى الصراحة. نبدأ مع بعض بالأهلي وهنقول بقى أسماء المسلسلات اللي تنطبق على كل فريق. النادي الأهلي، النادي الأهلي هو هوجن، هو هوجن، النادي الأهلي هو هوجن القوي العنيف المارد، أول الدوري اللي بيكتسح اللي بيعمل اللي بيساوي حتى الآن، حتى الآن. مش هنتطرق بقى طبعا لأسماء النجوم في المسلسلات، لكن هنكتفي باسم المسلسل. نروح للزمالك. الزمالك كلبش طبعا، مش هسيبك يا هوجن، مش هسيبك تستمتع أبدا، وهفضل وراك بقوة حتى نلتقي سويا في نهاية الدوري العام. إذا الأهلي هوجن، الزمالك كلبش. بيراميدز وهو الثالث في الدوري العام، فكرة بمليون جنيه، الحقيقة فكرة ب 800 مليون جنيه، لكن عشان نمشي مع المسلسلات بيراميدز فكرة بمليون جنيه بالفعل، لأنه قدم نفسه كواحد من أباطرة كرة القدم في مصر. هذا الموسم في المركز الثالث، أتصور سينافس بقوة الموسم القادم على القمة. المصري الهيبة، حتى ولو هدم في مباريات أخيرة، ولكن يبقى النادي المصري ممثل بورسعيد، له هيبة، له هيبة خاصة. إذا المصري الهيبة. المقاولون العرب أبو جبل طبعا، هم طول عمرهم ذئاب الجبل، المرة دي المقاولون أبو جبل. المقصة طلقة حظ، بالفعل هو طلقة حظ. المقصة يقدم أحيانا موسما استثنائيا، وهذا الموسم قدم العديد من المباريات القوية وكان له حظ وافر في الأونة الأخيرة، طلقة حظ. الإسماعيلي أكيد كلكم عارفين، الإسماعيلي يمثل مسلسل علامة استفهام، علامة استفهام الإسماعيلي. ماذا حدث وماذا يحدث وماذا سيحدث؟ طلاع الجيش حكايتي، حكاية طلاع الجيش ده، حكاية الحقيقة،
وفي الآونة الأخيرة حقق انتصارا يعني رهيبا، واستطاع أن يتقدم خطوات نحو منطقة الأمان. طلاع الجيش حكايتي. إم بي سوبر ميرو، سوبر ميرو إم بي مع علي ماهر سوبر ميرو في الآونة الأخيرة، عدى ستيبس قوية جدا، خطوات في منتهى القوة في سبيل النجاة من طوق الهبوط. الانتاج الحربي زلزال، كان زلزال، لكنه كان زلزالا في الدوري العام، لكن الزلزال لم يستمر حتى النهاية. اتحاد سكندري ولد الغلابة، بالرغم ان هم مش غلابة طبعا، دول سياد البلد هناك في اسكندرية، لكن تحسوا كده يعني فعلا ولد الغلابة، يستحق أكثر من هذا. الجونة أمر هادي، أمر هادي الجونة هناك بقى عند ساويرس، أمر هادي على الهادي كده، قاعدين بقى بالليل في الرواقة هناك في الجونة، والنظام العالي اللي هناك، والملعب الجميل، والدنيا هادية، واللي بينزل يصطاد يصطاد، أمر هادي. وادي دجلة لآخر نفس، مسلسل لآخر نفس. وادي دجلة يقدم كرة أوروبية حديثة، كانت هناك مؤكد بعض المفاجآت غير الطيبة في النتائج نتيجة تطبيقه موسم بشكل مختلف، ولكنه مصر أن يستمر على هذه الطريقة لآخر نفس. حرس الحدود بركة، بركة جاب ماتشات مش معقول، وفاز على الإسماعيلي والمصري مش معقول، وجاب يعني نقاط طارق العشري غير مصدقة، غير مصدقة بالفعل. حرس الحدود بركة. سموحة، وهندخل فيها كمان الماتش الأخير ده، الحكايات اللي اتقالت، بدل الحدوتة تلاتة، سموحة بدل الحدوتة تلاتة، كل مرة هتسمع حدوتة شكل، المرة دي الوقت، المرة اللي قبليها الأشبال، المرة اللي قبل قبليها بعنا، حدوتة بدل الحدوتة تلاتة. بتروجيت لمس أكتاف، والله أعلم هيفضل أكتافه حتى النهاية على الأرض ولا سيستفيق من لمس الأكتاف. الداخلية طبعا حدوتة مرة، حدوتة مرة، داخلية سنوات طويلة في الدوري الممتاز الحقيقة، وجي في بعض السنوات كان بيكسب الأهلي والزمالك ذهابا وعودة، لكن هذه المرة وهبط بالأمس وأصبح بالفعل زي ما كاتب حسين شعبان كده، حدوتة مرة، فعلا مرة. آخر واحد النجوم الواد سيد الشحات، خلاص وداعا للنجوم، تبقى النجوم تتلألأ في السماء ولكنها لن تكون على أرض الدوري، الواد سيد الشحات. جميل. طيب حبينا نسليكوا كده شوية عشان نربط ما بين الرياضة وما بين المسلسلات اللي انتوا بتحبوها. نروح بقى سريعا لأخبارنا. طبعا بعد مباراة الأمس بتاعت الزمالك والداخلية، مصدر في نادي الزمالك بعد ما هو اللي قال مش هنلعب إلا بحكام مصريين، رجع الكلام وفقا للمصدر اللي كاتب ولكن مش قايل اسمه، قايل الزمالك لن يلعب بتحكيم مصري حتى نهاية الموسم. مش عارف ليه، أنا معرفش ليه، يعني مرة أجنبي وبعدين لما تكوينا شوية من الأجانب قلنا لا ده المصري أحسن، أما جه المصري شعرنا أنه هو ما انصفناش من وجهة نظر الزمالك، فرجع تاني قال لك لن يحكم لنادي الزمالك حكام مصريين حتى نهاية الموسم. أنا طبعا ما بحبش أخش في تفاصيل تحكيمية، لكن بستمع للمونديال العالمي لأنه هو نمبر وان في مصر، رضينا أم أبينا، هو كابتن جمال غندور هو نمبر 1، لان هو المونديالي اللي راح المونديال، راح كاس عالم، يعني ايه ما ينفعش بقى نقارنه باي حد تاني، مع كل الاحترام للجميع طبعا. فالمونديالي العالمي بنسمعه وبنمشي وراه، لم تكن هناك اخطاء حقيقيه الا اللي طبعا الكوره اللي هي كانت تسلل بتاعه الداخليه اللي جاب منها هدف، وهذه ليست مسؤوليه الحقيقه الحكم، ولكنها مسؤولية طبعا حامل الراية، وده الهدف اللي فيه الكلام، وهي مسؤولية حامل الراية في المقام الأول وليست مسؤولية حكم الصفارة.
وبتحصل في كل الدنيا لأن الكرة معقدة ومركبة. لولا المونديال العالمي جابها من كل الزوايا وقال لك اقف هنا يا احمد وقدم هنا شويه ورجع هنا شويه ما كانش جابها. فما بالك بقى بالمساعد اللي واقف على بعد 30 40 يارده من اللعبه والحكم اللي قدامه زحمه رهيبه هيلقطها ازاي دي؟ عمليه ما هياش بالسهوله ولا بالبساطه، وبتحصل في اوروبا وفي اعتى الفرق وفي اعتى المسابقات. ما ينفعش عشان خطأ واحد نقول إن الدنيا اتقلبت ويقال إن في ضربة جزاء كانت لصالح نادي الزمالك لم تحتسب، وارد برضو وارد، لكن يا أخوانا صدقوني والله ما ينفعش إطلاقا نهدم الحكام المصريين. صدقوني لو اتهدم هذا الكيان التحكيم المصري مش هنلاقي حكام في مصر، والقسوة العنيفة اللي عليهم دي ما ينفعش ما ينفعش. وكل نادي كبير عايز كل القرارات تبقى في اتجاه واحد، في اتجاهه. ده امبارح طارق حامد جايب اللعيب من رقبته وبيعترض انه بياخد انذار، وبيعترض انه بياخد انذار. اهو هيتوقف الماتش الجاي بتاع الدوري هو وعمر السعيد، قبل منه في ماتش الاهلي سيد عبد الحفيظ ما بين الشوطين دودو 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 مع الحكم. ايه ده والسولية توقف قبل كده عشان الاحتجاج نفس القصة. وبعدين ناهيك عن دي ودي، ناهيك عن دي وعن دي، لأن هنقول أخطاء طبعا في أخطاء، ما نقعدش بقى إيه ننشرها كده بقى ونقعد نعمل عليها بقى شوربة بقى ونعيش حياتنا بقى ونفضل بص اللعبة دي وقف يا طب رجع كده شوية ورينا. ده بتكلم على الاستوديوهات بقى كلها. ما ينفعش، مفيش تحكيم يمشي كده أبدا. ولو حكامنا الكبار اللي بيحكموا في الاستوديوهات ما شافوش اللقطة وإعادتها وبالراحة وعلى مهلك هتبقى صعبة. اللي هينجد الفيلم ده كله الفار. الفار هو المنجد. شفنا على مستوى العالم كله الفار ينصف، لكن بدون الفار وبهذه التقنية شفنا في الدوري السعودي ده هدف اتحسب واتلغى والدنيا اتقلبت وتردد هدف والنصر والاتحاد وده طلع وده دخل والحكايه كلها من الفار. الفار يقر الحقوق. ليه؟ لان في حاجه اسمها كنترول روم، في حاجه اسمها مجموعه شاشات موجوده، في حاجه اسمها مجموعه حكام قاعدين في التكييف. اللعبه اتلعبت قدامهم قبل ما التاني يستأنف او حتى لو استأنف هو بيبص كده بيقول له استنى شويه، يبتدي الحكام اللي قاعدين في الروم كنترول يتفرجوا هنا اللقطة اهي، وهم بقى دولت ايه قاعدين في التكييف يتفرجوا عليها ويرجعوها ويقدموها ويجيبوها يمين ويجيبوها شمال وبالبطيء وبالسريع ويدوا له قرار. القرار لو في غير الاتجاه اللي هو حسبه بيروح على طول طبعا على الشاشة اللي في الملعب يبص عليها وياخد القرار اللي بنسبة 99.9% بيبقى مع غرفة الفار. وهنشوفه في نهاية الكونفدرالية بمشيئة الرحمن بإذن الله. آدي المنظر قدامك اهو، وآدي غرفة الحكام بيبص. طيب هل يتوفر لحكم الساحة هذه الرفاهية اللي انتوا شايفينها؟ انه بيجري يمين ويجري شمال ويقف ويعمل وبتاع. انا بكلم كمان ليه؟ رفقا في الاستوديوهات على مستوى مصر هنا وهنا وهنا وهنا، رفقا بالحكام. احنا قاعدين كلنا في غرف مكيفه، اسهل حاجه في الدنيا ان احنا بالراحه وعلى مهلنا وحكايتنا وروايتنا. لكن الحكم اللي في الملعب ده اللي بيجري وعرقان وحالته حال بيلقطها في جزء من الثانيه. واحد يقول لي لا ما دي شغلته، ماشي، ما هو كمان شغلته في انجلترا اخطاء فادح وحكيت لكم على كذا حاله، منها حالة بتاعت مباراة تشيلسي هدف لتشيلسي هدف الفوز. اللاعب بتاع تشيلسي كان جوه الست ياردات متسلل بياردتين وشوية والمساعد ما شافوش وجول، وصلاح نفسه جاب هدف أو هدفين هذا الموسم من تسلل وجول. يعني قصة مش قصة بقى مصري، لا دي قصة عالمية. لو اتوجد الفار خلاص مشاكل كلها اتحلت، لكن بدون الفار علينا أن نتقبل، علينا أن نتقبل. ناس كتير بعد ماتش الأهلي وسموحة اللي فات، ناس طبعا مبسوطين قوي من اللي أنا عملته في الاستوديو التحليلي، وناس تانية زعلانة طبعا.
اللي مبسوطين ان انا انصفت شرعية هدف النادي الاهلي، واللي زعلانين لانه كانوا عايزين يعملوا فيلم عربي على القصة بتاعت الوقت الضايع. اللي ما بيني وما بين اي حد ايه؟ هو التايم. وبعدين خلي بالك، لو انا النهاردة ما حسبتش تايم، معنى كده ان انت بتدي رخصة للفرق المغلوبة على امرها على ارض الملعب. خلي بالك من الجملة بتاعتي دي كويس، المغلوبة على امرها على ارض الملعب. طب الربط بين الجملة دي وبين الماتش اللي قدامكم ده ايه؟ سموحة كان مغلوبا على ارض على 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 امره على ارض الملعب، كان 90 دقيقة بيدافع عشان نكون صراحة. لكن هي خطة تحترم من قبل المدير الفني، لانه يعلم الفوارق الكبيرة بين الجماعة والافراد سواء فرقته او فرقة النادي الاهلي، يعلم هذا، خلاص حط خطته على كده. لكن هل سموحة كان له انياب ولا لا؟ طيب قصة برضو دي مش بتاعتنا. لكن عشان انت تستبيح تضيع الوقت لانك مغلوبا على امرك على ارض الملعب، تقوم كل شوية تقع وتضيع وقت ومش عايزني احسب لك التايم في اخر، لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. والا بقى ال 45 دقيقة دي تعملها بقى 30 دقيقة ولا 25 دقيقة من كتر ما تقع على الارض بقى، وتيجي الحكم يحسب لك 10 دقايق تقول له هو في العالم حد بيحسب 10 دقايق؟ لا، طب ما تساله سؤال تاني، قول له هو في العالم حد بيعمل اللي احنا بنعمله ده؟ انت شفت تشيلسي ولا الارسنال ولا ليفربول ولا كل شويه واحد بيقع ويخش له الناس وفك يا جدع وافرد يا جدع واتني يا جدع والاسعاف وهلعب؟ لا مش شفناش كلام. يعني عشان تتكلم لازم تكون موضوعي وواقعي ومنطقي في حوارك. لما حسبت التايم، انا حسبت التايم لانه عادتنا مش هنشتريها. لما فرقه بتبقى مغلوبه على امرها على ارض الملعب كل شويه واحد يقع. احنا فاهمين القصه دي كلها، لان احنا واحنا بنلعب زمان كنا برضو بنقع وبنمثل عشان نكون صرحاء يعني. ويجي الدكتور كده في ودني يقول لي في حاجه، اقول له لا 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 كويس كويس اعمل له كده. طب بتعمل كده ليه؟ بهدي اللعب، بموت الفرقه اللي قدامي، بهبط حماسها، بضيع وقت. ما ينفعش. إذن لما بنيجي نحسب تايم، لما بنيجي نحسب تايم يبقى لابد ان احنا نفهم احنا حسبنا التايم ليه. مش لاجل عيون النادي الاهلي اطلاق اطلاق، ولا لاجل عيون نادي الزمالك اطلاق، ولكن عشان نفهم ونقر الحقوق وما نعملش زيطه على الفاضي. اللي حصل ده كانت زيطه على الفاضي. زيطه ايه؟ على الفاضي. طيب فاذا الكلام في الزمالك ان هم هيحكموا بحكام مش مصريين، هذا شأنهم وهم طبعا حرين فيه، بس المهم نتعامل برفق شوية مع حكامنا. عماد السيد طبعا البطل امبارح، البطل الحقيقة، اللي صد ضرب الجزاء قاتلة قاتلة، ولو دخلت وورا منها كورة على طول، ولو دخلت كان فرص الزمالك في المنافسة على بطولة الدوري تتقلص من 100% النهاردة ل 20-30% على طول كده، لأن كانت تعمل فرق كبير مع الأهلي. لكن الحقيقة زاد عن مرماه ببسالة، صد ضربة الجزاء وبعدين تسديدة ورا منها بمنتهى البراعة راح لها وحط إيده فيها، مما أدى طبعا إلى إصابته بخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد. ده التقرير الطبي يعني. هيحتاج من 4 ل6 أسابيع بعد جراحة ناجحة عملت له النهاردة. مليون سلام عليك يا عماد. والغريب انه كان عايز يقوم يلعب، هو طبعا كان لسه ايده سخنه شويه مش حاسس طبعا بالالم اللي ممكن يحصل له. لكن الدكتور ما شاء الله عليه دكتور شاطر جدا، اسمه جروتر، دكتور الزمالك، انا اسف، مدرب الحراس جروتر شاطر جدا، وقف، هو سويسري طبعا مدرب الحراس، عامل مستويات رائعه في حراسه المرمى في الزمالك. ومعاه الدكتور قالوا له مش هتلعب، برغم ان هو كان عنده اصرار كبير وعنده حماس كبير انه يلعب، لكن لازم امور تتاخد بمنطقيه. مليون سلام عليك يا عماد. هو عماد طلع النهارده قال هلحق مباراه العوده، عنده حماس، عنده حماس، لكن مباراه العوده كمان جنش هيكون يعني عاد بالسلامه ان شاء الله باذن الله. ده مدرب حراس المرمى الحقيقه، وهو بيدرب عمر صلاح قبل ما ينزل. وعمر صلاح على فكره لعب قبل كده 5 مباريات برضه في اوقات حرجه احتاجوا الزمالك فيه. الزمالك فاز في 4 واتهزم مرة واحدة أمام النادي الأهلي، يعني حارس جيد. وإن شاء الله بإذن الله
يؤدي أداء مبدع بإذن الله يوم الحد الجاي في لقاء الذهاب بإذن الله إن شاء الله في نهاية الكونفدرالية. ده فيما يتعلق بعماد السيد. بوطيب بيواصل برنامجه التأهيلي، بس أنا بقول لكم طبعا عمر السعيد موقوف الماتش الجاي بتاع الدوري، لكن في الأفريقية ما فيش مشكلة. لكن بوطيب برضو احنا كنا دايما بنقول عمر السعيد، وعمر السعيد لعب كويس مفيش شك، لكن خليني اقول لك يا عمر برضو احنا كان عشمنا فيك كمان، عايزين منك اكتر من كده بصراحه يا عمر. يمكن انا كنت اكتر واحد، او مش عايز اقول يعني من ضمن الناس المتحمسين ليك جدا 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 جدا، لكن برضو انت محتاج شويه فنيات اعلى شويه. خالد بوطيب مش هيلحق مباراه الحد، مش هيلحقها، لكن هيلحق مباراة العودة بمشيئة الرحمن. جروس إدى طبعا جنش وأحداد راحة من التدريبات. إن شاء الله مباراة الزمالك هتبقى يوم الحد 10 مساء بتوقيت القاهرة، يوم الحد الجاي 10 مساء بتوقيت القاهرة بمشيئة الرحمن. أحداد النهاردة وفقا ل طيب قالوا لي دلوقتي 10 بتوقيت المغرب 12 بتوقيت مصر، مكتوبه لي هنا في الورق 10 بتوقيت مصر، ماشي يبقى 12 بتوقيت مصر، اوكي يعني تخلص قبل السحور بشويه، كويس قوي. صحيفه المنتخب المغربيه النهارده قالت ان حميد احداد لاعب الزمالك حذر زملائه في نادي الزمالك من المنافس الافريقي المقبل، وقال احداد اوصي لاعبي الزمالك بضروره التركيز وعدم الاكتراث بضغط جماهير بركان التي تعد قوة داعمة للفريق البركاني داخل الملعب، وتمنح دفئا وحماسا للاعبيه. وقال ضرورة عدم تأثر لاعبي الزمالك بهتافات الجماهير البركانية والتركيز على نقل الضغط إلى معترك لاعبي بركان على أساس أن هم يعني يحاولوا قدر الإمكان أن هم يمتصوا هجوم جماهيري متوقع بالصيحات والهتافات والكلام ده كله. طيب عمر صلاح اللاعب اللي هيلعب في حراسة المرمى هو أيضا حارس مرمى المنتخب الأولمبي، عايزين نطمئن على مستواه من مدربه في المنتخب الأولمبي كابتن أسامة عبد الكريم. مساء الأنوار يا أبو كبات. مساء الفل يا كابتن مدحت، ازي حضرتك كل سنه يا رب يخليك وانت بالصحه والسلام. يعني الزملكاويه ما شافوش عمر صلاح كتير، وعايزين نطمئن على عمر صلاح لانه هيحرس مرمى الزمالك في مباراه في منتهى الاهميه وفي منتهى الحساسيه لانها بتتلعب في المغرب. عمر صلاح من الحراس المميزين جدا، وعايز اطمن كل الزملكاويه ان في دعم كبير جدا من الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب والجهاز باكمله لمتابعه عمر صلاح. عمر الناس شايفه ان هو بعيد عشان ما ظهرش مع الزمالك فترات كبيره جدا، وبقاله فتره كبيره ما بيظهرش مع نادي الزمالك، انما احنا عايزين نقول لهم انه كان لسه لاعب مباراه مهمه جدا مع منتخب هولندا في مارس اللي فات على طول شهر مارس، وادى اداء كبير جدا وباداء محترم، وكان نال اشاده من الجهاز الفني ومن كابتن شوقي غريب ومن كل الجمهور اللي كان موجود بيتفرج على المباراه في اسبانيا، كنا بنلعب المباراه دي في اسبانيا. وعايز اقول ان المنتخب الهولندي ده بيضم لعيبه كبيره جدا ولعيبه محترفه في اياكس وبتلعب في دوريات اوروبا، فلعيبه مصنفه. وكان عمر بعد فتره البعد الكبيره دي ادى بشكل كويس جدا، فالناس تطمن وما تقلقش. ممتاز، بشكرك يا كابتن اسامه، شكرا جزيلا. يعني حبينا نطمن الناس على انه انا طبعا عارف المعلومه اللي قالها كابتن اسامه، عمر صلاح لا يعني حارس ممتاز، وقد يكون هذه المباراه هي ميلاد نجم جديد ان شاء الله باذن الله لمصر ولنادي الزمالك ايضا. النهارده رايموند هاك وهو رئيس لجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي لكره القدم قال انه لم يتم التراجع من جانبهم بخصوص قرار ايقاف رئيس نادي الزمالك لمده عام. يعني لم يصدر قرار من الكاف ولا من لجنة الانضباط، لأنه في كلام تردد أنه تم رفع الإيقاف عن رئيس نادي الزمالك ومن ثم يستطيع أن يحضر مباريات الزمالك هنا في مصرنا الجميلة. النهاردة رئيس لجنة الانضباط قال هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق، ولكن الأمر معروض على المحكمة الرياضية الدولية اللي هي الكاس، المحكمة الرياضية الدولية اللي هي الكاس
لكن حتى هذه اللحظة لم يصل للاتحاد الإفريقي ما يفيد هذا الأمر. من جانبنا طبعا نتمنى أن يتم هذا الأمر وأن يحضر رئيس نادي الزمالك وأن تكون الأمور في مصر جميلة ورايقة وهادية ومحترمة. عايزين الناس كلها تمشي على إطار الأخلاق الرياضية، ونتمنى إن شاء الله أن يتم الرفع وأن يكون هذا هو آخر إيقاف بمشيئة الرحمن. ده فيما يتعلق بنادي الزمالك. النهاردة عايز أتكلم على بتروجيت، بس عندي ما باركتش للنادي الأهلي إن هو في الدورة المجمعة الخاصة بالسوبر هاندبول استطاع أن يحقق فوزا على نادي الزمالك. نادي الزمالك لعب بمنتخب الشباب أو الناشئين، الأهلي فاز عليه أو مواليد 98 تحديدا، الأهلي حقق فوز عليه. مدرب الأهلي اللي هو مفروض حقق فوز على نادي الزمالك تمت إقالته لسوء النتائج بشكل عام. عندنا لقاء عن هذا الفوز ولقاء مع المدير الفني الأجنبي الذي تمت إقالته. This game today was very difficult. The first very late time for the play. النهاردة لعبت جيم كبير مع فريق صغير في نادي الزمالك، ولكن الجيم كان صعب على لعبت لأن كلهم شباب صغيرين وبيجروا كتير وبيبذلوا مجهود، وأنا بلعب ناقص بلعب بسبعة أو ثمان لعيبة بس. Easy to motivate my player. Also we not play with complete team. I trust my team. هقدر اخدها طبعا، هي دوره كبيره وهقدر ان شاء الله اخدها واصعد لدوري ابطال افريقيا. فريق الزمالك فريق قوي بيلعب بال 98، المدرب حاول على قد ما يقدر يريح لعيبته عشان عندنا ماتشين في الكاس مهمين قبل نهائي ونهائي الكاس الاسبوع القادم. صادفنا سوء حظ شويه في الفتره اللي فاتت بالاضافه الى بعض الاصابات، عندنا محمد عصام الطيار بره، عندنا اسلام حسن بره، يعني اقامات كبيره وتقيله في المنتخب. النهارده برضو محمد راضي 98 صاعد لاعب صاعد واعد سبرين انكل، فيعني ان شاء الله الاسبوع الجاي نكون تداركنا معظم الاصابات وان شاء الله نشوف جيل جديد ان شاء الله معنا للاهلي. كان بيلعب في البطوله دي اربع فرق، الاهلي والزمالك وسبورتنج والجيش، تمام. كل فرقه كسبت ماتشين ما عدا الزمالك خسر ثلاث ماتشات، يعني كل فرقه بقى معاها ست نقط، الجيش والاهلي وسبورتنج. كده هنضطر نعمل دوره من دور واحد بين الثلاث فرق دول عشان نطلع الاول ان شاء الله. الاهلي وسبورتنج والجيش. عايزين نعرف الدوره دي مؤهله لايه؟ الدوره ديت مؤهله ان اللي هيطلع الاول هيلعب بطوله الايه؟ ابطال الدوري في افريقيا. يعني احنا عندنا بطوله ابطال الدوري في افريقيا بيطلع الفريق الاول للدوري بتاعنا اللي هو نادي الزمالك اللي فاز بيها من اسبوع كده او 10 ايام، فده اهل خلاص. وبرضه بطل السوبر هو هيبقى الفريق الثاني بالنسبه للنصر. انتظم لاعبي النادي الاهلي منذ قليل في تدريبات الفريق المسائيه اليوم استعدادا لمباراه طبعا ام بي يوم الخميس القادم، مباراه في منتهى الاهميه. ام بي بيسعى بقوه ان يدخل الى منطقه الدفاع، النادي الاهلي يحافظ على صدارته لدوري العام حتى يلتقي مع غريمه التقليدي نادي الزمالك. ايضا ناصر ماهر صانع العاب الفريق انتظم اليوم في المران بعد الغياب عن المران الاخير، ومكتوب بالتنسيق مع الجهاز الفني. انا بس عايز اقول لناصر ماهر كلمه في اذنه. طبعا عندي معلومات مؤكده انه ناصر ماهر مستاء لانه ما بيلعبش، ومساله انه كلمه مستاء هنقول طبعا ده ناصر ماهر وهدفه في الجونه، يعني هنقول انا عايز اغير كلمه مستاء انه كلمه انه زعلان، وضع طبيعي انه يزعل انه ما بيلعبش، لكن ما يصلش الامر الى درجه الاستياء، ما يصلش الامر الى درجه ان هو يقابل مدير الكوره ويطلب منه ان هو عايز يرحل وانه مطلوب منه كام عشان يدفعها عشان يرحل عن النادي الاهلي، خصوصا ان هو اللي بيتقاضاه في النادي الاهلي اقل مما كان يتقاضاه في نادي سموحه، بتكلم من ناحيه الماده. طبعا كون ان هو بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي ده طبعا قيمه كبيره جدا جدا، لكن في كل الاحوال اللاعب في هذه السن، سن مبكر، عنده 22 سنه تقريبا ناصر، عايز يلعب. المدرب غصب عنه هو بيلاعب اللعيب اللي هو شايف ان هو افضل، والحقيقه صالح جمعه باستثناء المباراه الاخيره
عدى ناصر ماهر في المستوى اللي كان بيقدمه ناصر ماهر. ناصر لعيب هايل وكان في سموحة مكسر الدنيا. لما لعب مع النادي الأهلي وهو ابن من أبناء النادي الأهلي طبعا لم يقدم المردود المطلوب منه في غياب صالح جمعة. لما صالح جمعة اتظبط ورجع صالح مستواه أعلى منك يا ناصر، دي حاجة ما تزعلكش، كرة القدم فيها كده. فنرجو أن أنت تهدى يا ناصر، الفرصة هتجيلك بالالتزام والانتظام، مش بأن أنت تروح تطلب أن أنت عايز ترحب بالنادي الأهلي أو أن أنت عايز تشوف عرض آخر وتجيب فلوس للنادي وتمشي. اللعيب أنا شايف أن أنت لعيب مهم وأن أنت ليك دور مع النادي الأهلي مؤكد إن أجلا أو عاجلا، لكن دي كرة القدم لازم تبقى فاهم ده كويس. يلا سريعا بقى، احتفالات لعبوا مانشستر سيتي اللي فازوا طبعا ببطولة الدوري الإنجليزي بعد ماراثون طويل جدا وقاسي جدا، وكان ليفربول كلبش ورا مانشستر والعكس أيضا صحيح، إلى أن استطاع طبعا مانشستر يحسم بطولة الدوري بعد منافسة قوية جدا من ليفربول، ورغم المفاجأة أمام برايتون اللي قدروا يتقدم بهدف على السيتي، لكن أنا كنت متأكد أن السيتي هيحسم وحط فيه 4 أهداف بعد كده وخلص 4-1. خلينا نقول أن هذا الفريق من وجهة نظري هو أفضل فريق في الدوري الإنجليزي وربما في أوروبا، برغم من إقصائه من دوري الأبطال، لكنه فريق متكامل وفريق رائع للغاية. في شك أن السباق بينه وبين ليفربول كان في منتهى القسوة، وده جمال الدوري الإنجليزي أنه لم يحسم إلا آخر 45 دقيقة في الموسم كله. تخيلوا آخر 45 دقيقة لما بدأ السيتي يحرز في مرمى برايتون هدف التعادل ثم الثاني فالثالث فالرابع، حسمت في الشوط الأخير من الدوري الكامل. حاجة عظيمة وجميلة جدا، وشوف شوف الاحتفال وجماله. وبعدين كانوا حاطين طبعا درع بطولة الدوري النسخة الأصلية في هذا الملعب، ملعب برايتون، وحاطين تحسبا للمفاجآت نسخة تقليد أو ديمو في ملعب ليفربول. إذا تحققت المفاجأة الصعبة قوي إنه برايتون يتعادل أو يكسب مانشستر، كانوا هيسلموا الديمو أو النسخة التقليدية لليفربول، لكن الكل طبعا في إنجلترا كان متأكد أن هذا الفريق سيسحق برايتون تماما، وده اللي حصل 4-1. واحتفال جميل جميل جميل، حاجة ما فيش أجمل. ممكن عندهم بقى يوم تاني هيروحوا في ملعبهم مع أسرهم مع جماهيرهم يحتفلوا احتفال آخر. الماتش ده كان على ملعب برايتون زي ما طبعا كل حضراتكم متابعين وعارفين. The serial winner has got another trophy for the cabinet. The past masters have finally passed Liverpool, full stop, at the end of a campaign. Remember, they won by 19 points last season. 98 this season, enough only by one. There's been no let up. Liverpool have seen. على الجانب الآخر طبعا كلوب كان يأمل، ولو أنه كمدرب كبير يعلم تماما أن السيتي من المستحيل أن يهزم من برايتون، لكن كان يعني ينتظر عطية من عطايا السماء، لكن طبعا مسألة أصبحت صعبة جدا. رد فعله عقب انتهاء مباراته طبعا ومباراة مانشستر سيتي قال إنه موسم مدهش، كان ممتاز أن تحقق 97 نقطة ولا تفوز بالدوري، فهذا مدهش. طبعا عارفين أنه هو 97 والسيتي 98، قال لكن ده لم يكن كافيا في أي بلد آخر يمكن أن تفوز بالبطولة بهذه النقاط، هذه المنافسة التي نخوضها. المنافسة الآن تختلف عما كان عليه الحال قبل 30 أو 20 عام أو حتى 10 أعوام. أعتقد أن اللاعبين كسبت احترام الجميع، لست أدري كيف تمكنوا من تحقيق ذلك، إن هذا النادي يعيش أفضل حالاته منذ وقت طويل. الحقيقة دي حقيقة فعلا، لن يتوقف ذلك لأن هناك فريق فاز بفارق نقطة. إذا قلت لي قبل بداية الموسم سنحقق 97 نقطة لا أشك أنني سأقبل بذلك، ولكن هناك فريق آخر حقق 98 نقطة.
somebody decided there's not even 98 points. So that's how it is. طبعا كلنا عارفين ان ليفربول لم يخسر طوال الموسم الا مباراه واحده امام الحائز على بطوله الدوري اللي هو طبعا مانشستر سيتي. نشوف بقى اجواء الاحتفال في ليفربول بنهايه الموسم. هم هناك كل الانديه اشد تقليد موجود في انجلترا، اخر مباراه على ملعبه بيحتفل كل الجماهير موجوده، يبتدي اللعيبه يجيب في الانفيلد طبعا، يجيب زوجته، يجيب ولاده، يحتفلوا مع الجماهير. طبعا هنا حاجه جميله جدا حصلت انه طبعا ساديو ماني ومحمد صلاح اخذوا الحذاء الذهبي كهدافين، 23 هدف لكل منهما، ودي حاجه جميله، ولاول مره اثنين من نادي واحد يحصلوا على الحذاء الذهبي، ودي المره الثانيه على التوالي لمحمد صلاح، وهو اول لاعب افريقي على الاطلاق يحقق هذا الانجاز. طبعا شيء جميل جميل. طبعا لماني كان سجل هدفين في هذه المباراة، وبالتالي أصبح هو وصلاح وكمان أوباميانج لاعب الأرسنال أيضا سجل 22 هدف لكل منهم، وبالتالي أيضا أخذ نفس الجائزة والحذاء الذهبي. كمان حارس مرمى ليفربول أليسون فاز بالقفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في الدوري، لأنه حافظ على شباكه نظيفة خلال 21 مباراة. هسيبكم كده مع الأجواء الحلوة دي. نشوف بقى لقطة محمد صلاح بقى الجميلة دي في الملعب هناك أنفيلد، وحاجة جميلة وشيء لينا فخر الحقيقة إن محمد صلاح وطبعا بنته مكة اللي الجماهير نادتها وراحت حطت جون برجليها، حاجة جميلة 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 جميلة، شيء عظيم. Mo Salah 26 goals 22 in the league. Sadio Mane 26 goals 22 in the league. Imagine if we had stayed in the FA Cup and the League Cup. Absolutely incredible. So that's why it's a slight delay on all of the players coming back out onto the pitch. So there's Sadio Mane and Mo Salah proudly holding their golden boots. It's a phenomenal achievement that. Remember Aldo doing that, Rushy, and there heyday when you played alongside those two great legends. Great goal scorers. We've been fortunate to have loads and loads of great goal scorers. We always find someone or some way to get lots of goals. And you know, and it's been an incredible and emotional week, we have to say that, for Liverpool Football Club this week. That Barcelona game will live long in the memory. You probably have to say that's probably our greatest ever comeback at Anfield. Would you go greatest at Anfield? Most definitely. You go back to talking about Davy Fairclough and St Etienne, Stevie G, Olympiakos, but then you talk about Chelsea, the final game in Istanbul, and then for me, final in Istanbul, Barcelona the other night, is the two best things I've seen from Liverpool. Because Istanbul, we won it against all the odds, didn't we? And there's a big cheer at the moment. I think it's Mo Salah's little daughter, isn't it? Mo Salah's little daughter. There's a beaming smile on Mo's face. She's got the ball and she's running towards the cup. The football's almost bigger than her, isn't it? But this could be the biggest cheer of the day. If she puts it in the net, she's running towards the goal. He's laughing, Mo. Go on. Put it away. This could be the biggest cheer of the day. Listen, folks. She's got 11 on. Yes! Mo Salah punches the air, a proud father on the touchline as well. It's in the genes. She's not coming off, she wants to score again. Absolutely brilliant. I mean, in terms of this game alone today, Ronnie, Wolves showed why they finished seventh in the Premier League this season. They made it tough for us, but the crowd sensed at one point in the second half this team needed help. They rose to their feet, they cheered the boys on. They said, we're going to win this, our final game of the season. And the crowd helped the team to win this game today. It's nothing I haven't been seeing from Liverpool fans since I come here in 1979. Every time I played here, they got behind the team, whether we were playing well or not.
صحيفة ذا سان هناك كتبت أنه ليفربول في طريقه إلى التعاقد مع مهاجمة جديدة، طبعا بالإشارة إلى مكة بنت صلاح، لأن دي تاني مرة تعملها وتنزل ملعب وتجري بالكرة دريبلينج دي لغاية لما تحط جون، حاجة جميلة. وكانت بترتدي التيشيرت بتاع ليفربول في الموسم الجديد بمشيئة الرحمن. طيب يلا نروح بقى نشوف الكومنتات بتاعت حضراتكم على أفضل هدف ونطلع عشان نستقبل ضيوفنا. خالد العشري، مساء النور يا جنرال الإعلام، معك خالد العشري، المنصورة مركز شربين قرية أم السعود، هدف جيرالدو طبعا. محمد عادل الرميلي، سوهاج مركز العصيرات نجع الهجومية، كهرباء لاعب الزمالك. ناخد من هنا كده محمود، ده أخدناه خلاص. العمدة محمد الدغار من سوهاج، الزمالك 66 نقطة بالحلال إن شاء الله، الزمالك بطل الدولة، لكن ما قالناش مين صاحب الهدف الأحلى. حازم أبو مشهور، بني سويف مركز الوسطى قرية هرم ميدوم، هدف جيرالدو. أيمن أبو عابد مركز أخميم، هدف جيرالدو. طارق يحيى من الأقصر مركز إثنى، هدف جيرالدو. رسينا دنيا، محمد جمال شوقي من إنا مركز حمرة دوم، أحسن هدف هو هدف جيرالدو. عبد العزيز علي من إنا مركز أوس قرية المسيد، هدف جيرالدو. ناخد من هنا كده مصطفى هاني بيحلل الدوري كله لكن ما قاليش هدف مين. أوكي. عثمان حسن من كفر الدوار معمل الأزاز، هدف كهرباء. رضا محمد هزاع قرية القسمية بالبيس، هدف كهرباء. هاني هلال محمد محب كهرباء وهدف كهرباء. خالد عماد الصحفي من المنوفية مركز بركة السبع قرية كفر عليم، جيرالدو طبعا. نبيل باسم من شبرا وسنا المنوفية، كهرباء. ده قلنا خلاص، نجري كده شوية، أجري لي 300-400 رسالة يا جماعة وانتم معايا كده عشان عندي عدد رهيب. علاء بنزو من القاهرة الجديدة، هدف جيرالدو. بدر سعد من اسكندرية أبو قير شارع مجدي، هدف كهرباء. أحمد عاطف زيدان بيقول الأوباما الهدف الأجمل، بس احنا ما خدناش أوباما. محمد سعد اسكندرية، جيرالدو. كريم بدر، كهربا. أمير ناصر، كهربا. أحمد حسن سليمان، كهربا. أبو بشار العشيبي، جيرالدو. حمادة ميدو، كهربا. محمود بكر، كهربا. حاتم سليمان هويدي، أبو عبدة بيلا كفر الشيخ، كهربا. وائل علام رفاعي أخميم سوهاج، كهربا. أحمد أبو مصطفى قطور الغربية، جيرالدو. أخد كمان خمسة. عبد الله جمال العشري أوس إنا، كهربا. حليم رضا، عبد الحليم رضا بالبيت الشرقية، جيرالدو. عثمان حسن، ده قلناه خلاص، نجري كده شوية. بسام مصري عبد الله أبو مريم ومحمود من كفر أبناس مركز أويسنا، هدف جيرالدو. أبو ياسمين ربيع بركة من الفيوم مركز إبشواي، الشواشنة، جيرالدو. آخر واحد أقول لي جاي ده. محمود زيزو، أشكرك يا حبيبي، من شبرا الخيمة الأليوبية، هدف جيرالدو. تمام. مع الكباتن الكبار وظواهر الدوري العام في هذه الجولة، ولكن بعد الفاصل.
مساء الفل عليكم وعلى كابتن مدحت وكلكم، وكل سنه وانتم طيبين، والشعب المصري يا رب دايما بخير ان شاء الله. وحشتنا يا كابتن وحشتنا اطلالتك على الشاشه. عايز اسالك بقى عن ابرز ذكريات الكابتن حسن شحاته في كفر الدوار في دورات رمضان، قول لنا بقى. في كفر الدوار وهنا وفي الجزيره وفي كل حته كنا بنلعب الدورات الرمضانيه والخماسيه دي، وكان لها بيبقى لها واقع جميل علينا، وكنا بنهتم بيها، او مش بنهتم بيها عشان احنا نكسب البطوله، لكن بنهتم بيها ان احنا بنشارك الناس افراحها، وبنشارك اللعيبه والزملاء والانديه كل افراحهم بمناسبه الشهر الكريم اللي احنا فيه ده، مبارك شهر رمضان. وعشان كده يمكن احنا بيقولوا علينا شويه حريفه يعني، وده بسبب برضو كره الشراب والحاجات الخماس اللي كنا بنلعبها. رمضان معروف بالدورات والايام الجميله على مدار السنين بقى كلها، حتى وانت بتلعب برضو في الدوري الممتاز واسم وكل حاجه، لازم برضو بتلعب مع زمايلك ولاد منطقتك، وانا من حلوان منطقه شعبيه فلازم اشارك، فالحمد لله دايما بتبقى ذكريات حلوه، ولغايه دلوقتي انا بلعب السنه دي برضو ان شاء الله في حلوان، فدايما يعني دوره رمضان دي بتبقى حاجه اساسيه عند الواحد. دورات رمضان دي كلنا كل واحد له ذكريات، حتى اللي هو بعيد عن مجال كره القدم اللي بيتفرج اللي بيبقى بيتفرج على المباريات واللي بيبقى متابع مباراه الدورات الرمضانيه. احنا بصفتنا كانت لاعبي الكوره كنا زي اللي حضرتك شايف الاولاد الصغيره دولت، كنا في يوم من الايام زيهم يعني، فالامور ما كانتش بعيد، حتى الواحد مستمتع وهو بيتفرج على بيرجع بالذكريات لما بيتفرج على السن الصغار ده. فانت عارف سواء في مراكز الشباب او في المدن او في المحافظات بتبقى لها متعه خاصه، وانت عارف شهر رمضان ده بيبقى شهر كريم وشهر فيه متعه في كل حاجه يعني. معظم لعيبه الكوره ظهرت في الدورات الرمضانيه وفي الملاعب الخماسي او السباعي او كده يعني، فاعتقد هي شيء مهم جدا جدا لعيبه الكوره اللي هم بيكملوا بعد كده في عالم الاحتراف نفسه يعني. انا وحازم امام، لان احنا كنا من نادي الصيد، اتربينا في نادي الصيد مع بعض، فكنت انا وحازم واحمد عبد الله طبعا عشان ما انساش، احنا الثلاثه كنا فرقه واحده، كنا بنكسب اي حد، فرقه صغيره فرقه كبيره اكبر مننا بكتير بنكسبهم، انا وحازم واحمد عبد الله واثنين بقى كان معانا دويدار واحد صاحبنا وميشو ومش عايز اقول لك مين ومحمد ابو شقه يعني كمان، لا كنا فرقه تقيله قوي، وفايز اباظة عشان ما تنساش، بص كل الناس حبايب كلهم كان لعيب الكوره هنا، لا كنا بنكسب اي حد اي حد، وهي دي اللي كنا بنستناها، لان قبل ما كانش فيه طبعا نجيله صناعي، ما كانش فيه كان ده كان ملعب السكيتنج، كان كل واحد معاه الباتيناج بتاعه والسكيتنج، كنا بنيجي نلعب هنا بلاط، فمش اي حد كان يلعب على البلاط، فيعني بص كنا مكسرين الدنيا انا وحازم امام. لعيب الكوره دايما هو ذكرياته دايما في رمضان ودورات رمضانيه، يمكن عشان يمكن الحاجه يعني وجودي في حي شعبي زي شبرا، ف اكيد كانت كل حياتنا هو لعب كوره من بعد الفطار لوقت السحور، ويمكن كانت اهالينا كمان كانوا بيشتكوا ان احنا ممكن كمان دايما غير بقى طبعا التعاوير وان انت بتتعور وان انت مشاكل بتحصل لك ما بتذاكرش وبتنزل لا لا انا كنت بذاكر الصراحه عشان بس ابقى متفق معاك، فكره المذاكره يمكن كان اهلي شويه كانوا موجودين في فكره المذاكره، لكن فكره الذكريات طبعا موجوده في كره القدم ودورات الرمضانيه سواء بقى في مدارس او في الشارع او حتى بالكره الشراب كنا بنلعبها دايما باستمرار. بلعب كذا دوره، منها دوره الصيد دي اللي كنت بلعب فيها من منذ 10 سنين، من احسن وامتع الدورات اللي سواء بتلعب فيها او بتتفرج عليها، فيها تنظيم جيد، فيها كل حاجه محترمه. السنه دي الحمد لله البطوله رقم 14 لدوره الصيد الرمضانيه، والحمد لله رب العالمين كل سنه بتقام البطوله على اعلى مستوى، وبيحضر فيها فرق من جميع انحاء مصر يعني حقيقه، وبنعمل كمان دوره للقضاه والمستشارين ودوره لقضاه مجلس الدوله، وبنعمل بقالنا 3 سنين او 4 سنين من الحقيقه بنعمل دوره البراعم زي ما حضرتك شايف. الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا سبحانه وتعالى في الامن والفطره جدي، بقول لكل الامه الاسلاميه كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. هارد لك لفرقه الجونه، جهاز فني محترم الكابتن حماده والجهاز اللي معاه، فرقه كويسه جدا. يمكن النهارده الحمد لله كنا احنا موفقين الحمد لله اكتر من اول كوره لينا على الجونه، احنا الحمد لله استغلنا كل الفرص اللي جات لنا تقريبا، وده توفيق ربنا ان انت تترجمها الاجوان. سيف الجزيري هاتريك رغم ان هو غاب عن التهديف من فتره كبيره، ولكن بهنيه على المكسب، وبهني احمد علي على وصوله للجون ال 18، وبقول الحمد لله ان احنا برده بنكمل بقى شغلنا. يمكن خدنا درس كبير من الماتش اللي فات، ماتش الداخليه، وبرده بتاسف للناس ان ما طلعتش بعد المباراه، ما قدرتش اتكلم، كان الوقت كان عصبي جدا،
وزي ما انتم شايفين يمكن الفرحه الناس تستغرب يعني الفرحه مبالغ فيها، لكن ده نتيجه تعب، وانت بتنهي موسم عايزين ننهي الموسم واحنا في افضل حال وفي احسن نتيجه. الحمد لله نشكر اصحابي اللي عاونوني باش قدمت الاداء هذا وديما مسانديني، ونشكر الاطار الفني اللي ديما مساندني ومخليني معناها كل ماتش نزيد نقدم وكل ماتش نزيد نتحسن. بمس طبعا على الكابتن مدحت وبشكره طبعا، دي اول مره يعني اشكره على الكلام اللي بيقوله عليا وعلى الدعم وعلى المسانده لا انت اداك بصراحه يعني الموسم ده اداء كويس وهداف وتسعي ان انت تروح المنتخب كمان. اكيد الحمد لله طبعا بشكر ربنا وبشكر الكابتن مدحت جدا وكابتن علاء نبيل، كل الناس اللي في الاستوديو، انا مش عارف مين في الاستوديو لكن بشكرهم كلهم على الدعم والمسانده، وكلامهم هو اللي بيخلينا يعني بيخلينا اكمل واستمر على نفس المستوى، والحمد لله يعني الحمد لله بشكر ربنا. الحمد لله رب العالمين. الاول ببارك لزمايلي والجهاز الفني والاداره. المباراه النهارده كانت صعبه، نادي فريق الجوله فرقه محترمه، فرقه تحترم ولها كل التقدير ما شاء الله عليهم، عندهم عناصر عاليه جدا، لكن احنا كان عندنا تركيز، عندنا دافع ان احنا للثلاث نقط، احنا بننافس على مربع وقربنا خلاص فرق نقطه، كان ده حافز كبير كمان لينا. طبعا هم عندهم دافع برضو للدوري ومنافسه البقاء في الدوري، واحنا عندنا طبعا كان عندنا حلم اللي هو نوصل للمربع. الحمد لله رب العالمين قدرنا نجيب الثلاث نقط بجهد زمايلي وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله طبعا على المكسب. ارحب بالكباتن الكبار كابتن فاروق جعفر، مساء النور. يا اهلا وسهلا، ربنا يخليك كابتن. كابتن مجدي عبد الغني، مساء النور. اهلا بك كابتن مجدي، اهلا وسهلا حبيبي يا كابتن. قبل ما نخش في الظواهر، يمكن امبارح واول امبارح هيصة على الحكام. اول امبارح طبعا الوقت وما الوقت، امبارح ضرب الجزاء والحكايه والروايه، عايزين حكام مصريين، وبعد ما قالوا احنا مش عايزين اجانب الزمالك رجع النهارده بيتكلم ان انا مش هنشتغل الا بحكام اجانب بشكل عام. واخد راي كابتن مجدي طبعا بعديك، رايك ايه في حكايه انه مع الاخطاء الدنيا بتهيص وبتقف وبنكسر في حكامنا والكلام ده؟ الوقت صعب، يعني الوقت صعب ان انت خطا الحكم بيبان في الظروف اللي احنا فيها، احنا بنفنش الدوري فكل الفرقه بتبقى حاطه يعني كل الدعم بتاعها وكل التفكير بتاعها ان المباراه تمشي زي ما عايزه، مش زي ما المنافس عايز، يعني في المنافسه. انا شايف ان الحكام في الفتره دي برضك الضغط عليهم، فالاخطاء باينه، يعني الاخطاء بتاع الحكام باينه. مش بتكلم على الوقت، خلي بال حضرتك، بتكلم في العموم. في العموم اخطاء الحكام لدرجه الحكام بتجري كتير في الملعب. يعني بتجري كتير في الملعب، وبعدين هي الحكام عصبيين، او عموما اللي بيحكموا المباريات كلهم عصبيين اكتر من اللعيبه واكتر من الاجهزه الفنيه. ودي مأثره على اللعيبه، المفروض الحكم هو اهدى واحد في الملعب طبعا. هو اللي بيدير المباراه. فانا شايف الحكام في الفتره دي طبعا ضغط الحكام الاجانب على المصريين واتحاد الكوره، طبعا مجدي قاعد اتحاد الكوره يمكن دي من اخطاء كبيره، اكبر اخطاء عملها اتحاد الكوره السنه دي ان هو جاب حكام اجانب، حتى لو في فرقه معينه هتجيب حكام اجانب هي تجيبها، لكن الدوري ازاي هي تجيبها؟ ما هو لازم يروح للاتحاد. كويس هي تجيبها يعني على التكلفه بتاعتها، ما هو ده اللي بيحصل. هم اللي بيجيبوها كفاروق، هم اللي بيدفعوا. بس في فرق يعني انا مثلا بيلعب يعني على سبيل المثال، في معلومه عندي ان بتروجيت بعته فلوس بالظبط 25,000، انت قلتها في لا ما قلتهاش 25,000 دولار بعتهم يجيبوا ماتش سموحه اللي جاي. طب انت بقى دلوقتي بعد شهر بقى، انا عايز اقول لك حاجه، اللائحه بتسمح، اللائحه اللي محطوطه طب انا بعد شهر الموسم بعد شهر مجدي بتسمح يا كابتن فاروق. الحاجه الثانيه الدوري السعودي بيحكمه كله حكام اجانب، الدوري القطري بيحكمه كله حكام اجانب كويس، الدوريات الخليجيه معظمها الدوري الاماراتي يمكن السعودي كله اجانب كويس. فيعني عايز اقول لك انت هتيجي للبطوله الافريقيه اللي معموله في مصر، ثانيه واحده، هتيجي البطوله الافريقيه في مصر هنا وهتلاقي الحكم المصري من خلال وجود الحكم الاجنبي في مصر، هو مش نمره واحد في البطوله. لا الحكم المصري ما زال له قيمته وما زال في الاتحاد الافريقي. فين عارفين احنا كان عندنا حكمين، الغندور والبساطي في بطوله 17 سنه، والاثنين قبله بلاء حسنا يعني، وكانوا من احسن واللي جاي لو كاس عند الشباب ابو الرجال وجهاد جريش رايحين. يا كابتن احنا بنتكلم على وكاس العالم اللي هو في البرازيل ولا هيتعمل فين؟ في البرازيل مش عارف فين بالظبط، بس هو كاس عالم الشباب اللي جاي راح في جهاد جريشة وابو الرجال. بطولة افريقيا عندنا كذا حكم موجود. ده المواليد كام يا كابتن مدحت؟
ابو الرجال اللي هو كاس العالم اللي جاي الشباب الشباب احنا الحكم بتاعنا المصري راح لعب جاج ريش ماتش وخلاص ده دوره كان في كاس العالم. ما هو غالبا ما بيبقاش ماتش ماتشنا كابتن. مع احترامي يا كابتن وجهاد رايح تقريبا فار مش رايح ملعب. يعني برضك انت بص ده بيقلل من قيمه الحكم يعني والضغط اي واحد فينا بيتضغط عليه ما بيعرفش يفكر ما بيعرفش ياخد قرار. طب الحل ايه؟ الحل في اتحاد الكوره بمعنى الحل هو اللي بيحصل يا كابتن مدحت احنا خلاص بنفنش البطوله. الـ الـ الانديه طالما بتتحمل تكاليف الحكام الاجانب اهلا وسهلا. فهو عايز حكم اجنبي الحكم الاجنبي بيجي لا يعرف ده ولا يعرف ده. اذا كان بيبقى فيه بعض الـ الانديه بتتعول على الحكم ان هو ضدها او ان هو معاها او ان المصري الحكم المصري فانت النهارده لما بتجيب حكم اجنبي في اللقاء اللي بيطلب فيه النادي خلاص. وبعض الاحيان وفي معظم الاحيان الحكم اللي بيبقى النادي جايبه الفرقه ما بتحققش نتيجه يا كابتن مدحت الفرقه اللي جت دفعت فلوس الحكم ما بتحققش نتيجه ايجابيه يعني. ده دليل ايه؟ دليل ان الموضوع مش موضوع تحكيم بقى. اهو ما انت جالك حكم اجنبي ما حققش نتيجه ايجابيه ما كسبتش مثلا فطلب المصري فبتطلب المصري بعد كده. ما عجبوش المصري هيطلب اجنبي يعني المساله مش هو سؤال الكابتن فاروق كابتن مجدي السؤال بتاعه ان ده هيؤثر بالسلب على التحكيم المصري. لا حكامنا عندهم ثقه في نفسهم وعندنا حكام كويسين هو بيلعب عشان يبقى عنده ثقه حكام يا مجدي هو بيلعب عشان يبقى عنده ثقه. انت الحكم المصري بينزل مرعوب في الملعب ازاي يا مجدي؟ لا بص يا كابتن هو طبعا احنا انتقدنا بعض الحكام في ان بيسمحوا للاجهزه الفنيه انها تناقشهم. لا يجوز ابدا ان اجهزه فنيه تناقش لان الحكم الاجنبي الجهاز الفني ده بيتهجموا عليهم بعد الماتش. يعني لا ما يصح ما هو ده يا كابتن اللي احنا مش عايزين نتعلمه. يا كابتن مدحت احنا هنا بنتكلم دايما وقلنا هنا ايه؟ قلنا يا جماعه احنا بنتفرج على الدوري الانجليزي وبنتفرج على الدوري الاسباني بالزبط. وبنتفرج على الدوري الطلياني ودلوقتي تيجي تكلم واحد تقول له بتشجع ايه؟ يقول لك بشجع انتر ميلان. يا فرحتي. وانت بتشجع مين؟ يقول لك بشجع ريال مدريد. وانت بتشجع مين؟ مزبوط. بشجع برشلونه. مزبوط. طب يا عم اتعلمت حاجه؟ ما اتعلمش حاجه. يطلع الجمهور ده المفروض اللي بيشجع انديه عالميه يتفرج يشوف الجمهور بيعمل ايه. جمهور اياكس ما قلنا خسران على ملعبه وخارج بره بطوله اوروبا والجمهور بيسقف للعيبه عملوا اللي عليهم انتهت القصه. الكره فيها مكسب وفيها خساره. لا نقعد بقى نرمي الحمل على حكم ولا نقعد نم. عندك 90 دقيقه عندك 90 دقيقه خلص فيها الجيم يا مجد. بتلعب المباريات من غير الجماهير والحكم مش عارف ايه فما بالك لو في جمهور. لو جماهير هتعرف ايه عارف كام طقم يا كابتن فاروق؟ مجدي بيتكلم كلام غريب النهارده. ليه لا بالعكس هو بيتكلم في حته يعني الحكم ده انت بتقتل الحكم المصري وانت مش حاسس. هو ما لهاش حل يا كوتش. ما هو النهارده هو انت طالب حكم اجنبي خلاص هي ما لهاش حل. كويس. ما يقدرش يقول لك لا. اللائحه بتقول كده. اللي بيطلب الحكم الاجنبي مين؟ اللي معاه فلوس. اللي معاه فلوس. اللي معاه فلوس. طبعا. اللي معهوش فلوس ما بيجي ما بيطلبش حكم اجنبي ويقول لك الحكم خسرني. كويس هي الكوره اللي معاك انا كل بس انا دلوقتي قيمه الحكم المصري اللي هو الحكم المصري من ايام الكابتن علي انديل وكابتن مصطفى كامل محمود ومحمود عثمان وغيره وغيره. لا الحكام اللي لعبوا في كاس العالم كاس عالم. وجمال الغندور واسامي كبيره وعصام عبد الفتاح وعصام عبد الفتاح والسنه اللي فاتت جاك جريشه. يعني عندنا حكام كبير مع الوقت مع عدم الثقه خلاص انت هتلاقي. انت عارف كم طقم حكام اجانب جه السنه دي مصر؟ كام؟ قول كده كلمه. بس هجيب 10 24 طاقم حكم اجنبي جم وبتاع بيدروجيت ال 25 ووادي دجله في مباراته مع واللي جاي مع بيراميدز. بيراميدز طبيعي حكم اجنبي. الماتش اللي بعده وادي دجله ماتشه مع حرس الحدود طالب حكم اجنبي. لحساسيه المباراه. طيب لحساسيه المباراه. طيب يا كابتن ملهاش حل يعني. لا ملهاش حل. ملهاش حل. لا ملهاش حل. طيب احنا بس على الاقل وانا موافقه على الفكره ملهاش حل بس احنا اللي بنطالبه يا كابتن فاروق انه الاجهزه واللعيبه يعني يحترموا الحكم المصري زيه وزي الحكم الاجنبي. طب انت احنا كابتن انت بنقول الكلام وبنرجع. انت دلوقتي بتقول موافقين على ان نجيب حكم بقى كابتن انها تدي عقوبات غليظه رضيعه. طيب غليظه. النهارده الحكم ظالم كويس وحش. انت دلوقتي مع الوقت كان مصر كان فيها مثل كل مباراه بتلاقي حكام جداد. الفتره اللي فاتت بصراحه الفتره اللي فاتت الحكام كل مباراه بتلاقي حكم جديد حكم بعد سنتين مش هتلاقي حكام. يعني اللقطه دي بص يا كابتن فاروق بين الشوطين جهاز الاهلي
رايح يتكلم مع الحكام وانت ما حسبتش وقت ليه، وانت عملت ايه، وانت سويت ايه؟ هل ده ينفع؟ وانت بقى من خلال الضغط على الحكام الحكم بيبقى نازل مضغوط طبعا، ما بيبقى حتى بيبقى خايف الماتش عايز الماتش يخلص باي طريقه. ما هو ده عشان كده بقول يا كابتن، العبء يقع في المقام الاول على المدربين، الاجهزه الفنيه وعلى اللاعبين. ما انت سبت يا كابتن مجدي ان لازم لجنه المسابقات يبقى عندها صرامه شديده. انت يا كابتن اتاخرت ان انت تحط اللي احنا بنقوله ده، كان المفروض من اول السنه. اللعيبه عامله مشاكل مع الحكام، الاجهزه الفنيه عامله مشاكل مع الحكام، اللعيبه بتمد ايديها على الحكام، الاجهزه الفنيه بتمد ايديها، الجماهير بتمد ايديها على الحكام. طب ما خلاص انت هبت الحكم راحت. ما هو ده بقى لجنه المسابقات زي ما قال الكابتن مجدي. يعني النهارده الجماعه بتوع الصفاقسي ما بتعملش نهضه بركان، اعتدوا احسن اعتداء. شفناهم توقف ثلاث لعيبه، توقفوا اربع مباريات، وانهم مدرب توقف ست مباريات. هم قدموا احتجاج وبتاع صفاقسي، بس السنه دي هذه قرارات لجنة خلاص انتهت، الاتحاد الافريقي لازم يبقى هنا في عقوبات رادعه. شوفوا لها اي فرقه، ما نقصدش فرقه معينه، اي فرقه طبعا في عشان ننهض صح. طيب بالحكم، بمناسبه ننهض، نهضه بركان بتلعب الوداد دلوقتي ماتش في الدوري. بالظبط كده، و1-1 ونهضه بركان انا في نهاية دوري الابطال، وانا بكلم بقى الجماعه دلوقتي بتوع الزمالك، عندهم فيرود اسمه كوتشي، فيرود رهيب رهيب رهيب، لازم يتحط تحت الرقابه الشديده. كوتشي لعيب 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 يعني، خاصه محمود علاء ما مش هيلعب المباراه دي بالتالي، عنده انذارات. لا كان عنده انذار الماتش اللي فات، بس مش عارف في البطوله الافريقيه. لا مش متهيألي يعني. طيب هنعرف، شوفوا لنا محمود علاء هيلعب الماتش الجاي ولا. طيب نروح للظواهر اللي عندنا ونبدا بالظاهر. هو مشكله نادي الزمالك في الماتش اللي جاي حارس المرمى. طبعا يعني ما عندوش الا عمر صلاح. عمر صلاح بيدربوا دلوقتي عمر السعيد يبقى حارس مرمى، لانه ما عندوش غير ثلاث حراس مقيدين في القائمه الافريقيه. جندش موقوف، وعماد السيد مصاب، اصبح مفيش الا عمر صلاح. عمر صلاح بس وما فيش احتياطي. مفيش احتياطي، فلو حصل لا قدر الله حاجه بيجهزوا عمر السعيد يلبس تيشيرت. هو الراجل كان قاسي جدا مع جنش، الحكم ده كان قاسي جدا برضه، كان لازم جنش ياخد باله برضه، بس برضه دي على بنقول دي وبنقول دي برضه، بس كان قاسي جدا جدا يعني. وانت يا جنش عارف ان عندك ماتشات مهمه، دي حقيقه، لازم تخلي بالك، لازم تخلي بالك. والقدر برضه، القدر يخلي الحارس الاحتياطي بعد ما عمل مباراه رائعه ومسك ضربه جزاء امبارح وعمل ماتش رائع، عماد يجي في الكوره مع انه هو يعني وهو بيطلع الكوره ما يبانش ان ممكن صباعه يتكسر فيها. بالظبط بالظبط، يعني حاجه شاذة. الكورتين ورا بعض، صد ضربه جزاء وارتدت لنفس اللاعب، نفس اللاعب اللي شاط ضربه جزاء واللي شاط الكوره. بالظبط لكن نصيبه محمود علاء هيلعب. هي الكره اللي اتكلم عليها اهي، صد ضربه جزاء. بص يا كابتن، لا حتت هو اول لعيب اللي راجع في نص الملعب ده، بص كوره هتتقطع هيبصها له، هيضغط عليه لعيب الزمالك هيقوم حاططها بالعرض، هيقوم شايل تحت في الشمال. ابراهيم ابو اليزيد، ابو اليزيد اللي هو ضيع الاشول اللي ضيع ضربه الجزاء كده. طيب نروح للظاهره الاولى، بما ان هي ظاهره اهلاويه نجي لك انت كابتن مجدي، وهي ظاهرة الأهلي والأهداف بلس 90، اللي هو في الوقت القاتل من المباريات الأهلي يهدف. وشفنا مباريات، شفنا اتحاد سكندري، وشفنا سموحة مؤخرا، قبل منهم الإسماعيلي قدامك اهو. ايوه كابتن، اتعادل في بلس 90، اخذ نقطة من الإسماعيلي في الدقيقة حاجة و90 قدام حضرتك اهو. ايوه ده في بداية الموسم، مظبوط. طيب بالك كان اللاعب اعتقد اللي جابه كان محمد شريف. ده في الترسانه في كاس مصر، احمد الشيخ بلس 90 وفازوا 3-2 بالعافيه. مظبوط، برضه احنا بندردش مع الجمهور، والجمهور يبقى فاهم برضه، والناس تبقى فاهم. ده قدام الداخليه قدامك اهو، وتعادل في الدقيقه 96 واخذ نقطه ايمن اشرف من الداخليه. كانت الداخليه في جعبتها 3 نقط لغايه الدقيقه 96 وكسبوا طلاع الجيش بعلي معلول بالنقطه اهي. وده الاتحاد السكندري كان 0-0 وعلي معلول برضه في دقيقة 92 يجيب الهدف. ها؟ وبعدها طلائع الجيش. وطلائع الجيش. وبعد كده صالح جمعة عزز بقى الفوز، لكن الفوز جه في الدقيقة 92. طيب. ده يعني قدام طلائع الجيش. مظبوط. ده حاجة و90 برضه. علي معلول.
بعد ما كان متعادل 1-1 اخذ 3 نقاط كلها نقاط احدثت الفارق. هنا الاعداد عامل سؤال وده سموحه اخيرا طبعا. اه طبعا دي 98 اول امبارح 3 نقط بدل نقطه. يعني لو عديت النقاط اللي جمعها الاهلي في كل المباريات دي هتتجاوز ال 12-13 نقطة بالظبط. طيب هنا بقى السؤال، هل فوز الاهلي الصعب في المباراه دي امر متوقع فنيا ولا هو تراجع بصراحه؟ سؤال حلو قوي في مستوى النادي الاهلي بصراحه. سؤال حلو. اتفضل. هو طبعا مش هو امر متوقع. يعني ايه امر متوقع؟ طول ما المباراه شغاله الفريق بنحاول يجيب اجوان في اي وقت طالما الحكم ما صفرش بنهايه اللقاء. طبيعي. ودي ميزه عند النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب للثانيه الاخيره. النادي الاهلي ما بيرميش الفوطه الا بعد ما الحكم يصفر. تمام. ودي احدى الميزات في النادي الاهلي، لكن هي زايده قوي هذا الموسم. ايوه. مش قادر النادي الاهلي يحسم المباراه في الوقت الاصلي في معظم المباريات اللي حضرتك قلتها، الاسماعيلي وطلائع الجيش وسموحه والاتحاد السكندري والترسانه كل دي ماتشات من المفترض ان النادي الاهلي ينهيها مبكرا ويخلص عليها بدري. صحيح. ما ينفعش انه يستنى دائما للوقت بدل. كان ممكن الكره دي جيرالدو ما يعرفش يحطها او تقلش من على رجله خلص الماتش. يبقى طبعا. الموقف ايه؟ موقف خلاص. يبقى انت في ال 97 دقيقه اللي فاتوا ليه ما حسمتش؟ ليه ما حط؟ يعني هو طبعا في حته فنيه يا كابتن مدحت. أيوة. في الموضوع. ايوه. ان المدرب مش قادر يخلي لعيبته يخلصوا الجيم قبل الماتش. مش قادر المدرب. يعني المدرب طبعا. ما هو المدرب يا كابتن، المدرب بيحرك اللعيبه وهو اللي بيعمل التغييرات وهو اللي بيقول مين يتحرك من اليمين ومين يتحرك من الشمال وامتى يبقى فيه نقاط ضعف ونقاط قوه في الفرقه اللي قدامي. يعني النهارده انت بتتكلم على ماتش سموحه. فرقه سموحه كانت متواضعه جدا في مباراه النادي الاهلي جدا، لا تستطيع الصمود لحد الدقيقه 90 حتى. لا ابو 10 دقايق وربع ساعه بس على كده. هو 25 دقيقه في بدايه اللقاء ثم ما شفناش سموحه. بعد كده كمل النادي الاهلي سموحه بيدافع. النادي الاهلي بيهاجم. صحيح. النادي الاهلي بالهجوم اللي عنده ده كله والاسماء اللي عنده والارقام بتاعت اللعيبه، هي مشكله مدرب؟ مشكله مدرب في المقام الاول طبعا. طب هل حسين الشحات افضل في الجناح يا كابتن فاروق ولا جيرالدو؟ صراحه كان ليا تعليق صغير سريع. اتفضل. طبعا الفرق الكبيره هي تكسبك في اي وقت. مفيش حاجه الفرق الكبيره دي عندها اسمها 90 دقيقه او 95 دقيقه الدافع عنده هيجيب الجول في اي وقت. والكل ما الوقت بيقل والمسافه بتقل في نهايه المباراه المنافس بيخاف. فهتلاقيه بيدافع اخطاء، متوتر، مش قادر يظبطه. نعم. هل انت ضامن؟ لا انا بقول على الفرق الكبيره، اصل احنا بنقول ما الزمالك كان ليه ماتشات السنه دي. الزمالك كان ليه ماتشات السنه دي بيكسب في اخر المباراه. تمام. دي فرق رايحه للبطوله. نمسك بيراميدز، الشوط الثاني بتكسب في الشوط الثاني. ما بيقى الشوط الثاني من خلال مجرى المباراه كويس، بيجروا دقيقه حاجه و90 وبالاخر في ماتشات لبيراميدز في الاخر دقايق وبيكسبوا. لا. الفرق الكبيره هي اللي بتعرف، ما عندهاش هدف ثاني غير المكسب. ما بينزلش. مجدي كان بيتكلم في نقطه مهمه جدا، فرقه دخلت المباراه وخرجت المباراه بعد 25 دقيقه ما تقدرش تستحمل بعد كده ان هي تخش المباراه تاني، لكن الفرق الكبيره يجي فيها جول تخش المباراه تاني. وتخش المباراه تالت وتكسب. فانا بكلم عن النقطه دي. ان النقطه دي مهمه جدا، او السؤال ده مهم جدا. الفرق الكبيره هي اللي بتفضل تلعب لاخر نفس، هي اللي عندها الامل في المكسب. ده الماتش الوحيد اللي بلس 90 بتاع قفشه، اول ماتش في دوري والله بغض. مش يعني مش قصدي يعني انا بقول يعني الفرق الكبيره. لا. الفرق الكبيره ما بتعرفش غير المكسب. صحيح. بس هل كل مره هتسلم الجره؟ لا مش كل مره. بس هو سؤالي بقى معلش عشان الوقت يا كابتن، هل جيرالدو افضل ولا حسين الشحات من وجهه نظرك في الجناح الايمن؟ يعني احنا هنقيس جيرالدو عشان جاب الهدف اللي فات، لكن هو يعني انا شايف يعني ان هو جاب الهدف اللي فات بشكل عام. بشكل عام مره انا شايف الاثنين النادي الاهلي اكبر منهم. مين؟ النادي الاهلي اكبر منهم. اكبر من الاثنين. الاثنين لسه ما اثبتوش وجودهم. الاثنين. تمام. طيب عندي ظاهره اخرى وهي ظاهره تالق الاجانب في الجوله الاخيره، نتحدث ولكن بعد الفاصل. الجولة الأخيرة وهناك تألق من اللاعبين الأجانب. لو رحنا لكابتن فاروق هنجد مثلا جيرالدو اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي هدفه طبعا في مرمى سموحة. ثلاثية الجزيري لاعب المقاولة العرب طبعا بداية، هل هي بداية لتقديم أوراق اعتماده الحقيقية
مع نادي المقاولين سيف الجزيري، واخيرا فوافيا كابتن مجدي وانطوي لمع في الاونه الاخيره فقط مع المقصه، باي نسبه يمكن ان يتاثر المقصه بغيابهما؟ نبدا معك كابتن مجدي، كابتن فاروق سريعا، جيرالدو والجزيري. يعني انا شايف هو فوافي وانطوي هم الاثنين اللي كويسين. الجزيري كان من السنه اللي فاتت هو موجود في طنطا. ايوه ما كانش بيعمل حاجه، ما كانش فعال، وفرقته كان فرقته نزلت. هو يمكن في المباراه اول تغيير دايما المقاولين العرب، هو اول تغيير للمقاولين العرب، هو لعيب كويس لكن عايز مساحه، عايز وقت. ممكن في المباراه اللي فاتت كان موفق بشكل كويس. لكن المقاولين كل فرقه المقاولين كويسه، يعني برضك اشاده لنادي المقاولين ان كل فرقه المقاولين دلوقتي في حاله بدنيه وفنيه كويسه جدا. عشان كده احنا بنتكلم على عماد النحاس، ان هو عامل طفره في فريق المقاولين، عامل استقرار فني، عامل تشكيل ثابت، عنده هداف الدوري. يعني هداف الدوري العام موجود عند كابتن عماد النحاس، احمد علي 13 طبعا هدف، موجود 18 كان 17 قبل الماتش اللي فات هدف، بقى 18 هدف. فهو الفرقه في كيميا بقى ماشيه، الفرقه بتادي بشكل كويس جدا، في انسجام بين الاداره الفنيه واللعيبه، عشان كده اللعيبه كويسين. لكن اللعيبه الاجانب لما نيجي نقيمهم باللعيبه المصريين، لا، اللعيبه المصريين افضل. اللعيبه الاجانب لازم، انت بتعمل طفره في الدوري العام المصري، بيكون اللعيبه الاجانب دولت عندهم تطوير في الكوره، عندهم افكار جديده، عندهم اداء جديد، يتميزوا عن اللعيبه المصريين في حاجات كتير، سواء في المهاره، في القوه، في السرعه، في اللياقه البدنيه، في النواحي التكتيكيه. انا شايف الدوري اللعيبه المصريين اللي موجودين يمكن باستثناء 2-3 اللعيبه المصريين افضل. طيب اخيرا فوافي بقى لسه جايب جون قدامك اهو، وايضا انطول في كلام عن رحيلهما ربما، يعني هل يتأثر المقصة؟ يتأثر كتير. طبعا يتأثر كتير. انطوي هل قدم السنة دي اوراق اعتماده بشكل كامل طوال الموسم؟ لا، مش بزي المواسم اللي فاتت. بالظبط. مش زي المواسم اللي فاتت. انطوي السنة دي فوافي يمكن اللي محافظ على مستواه بشكل غريب جدا. فوافي الموسم اللي فات عمله 10 على 10، والموسم ده عمله 10 على 10، والموسم اللي قبله كان، وانطوي جاب 10 اهداف السنة دي. هو هداف المقصة. بصرف النظر. انطوي بيعرف يجيب جول. يعني بيستغل نص فرصه يجيب منها جول، لكن مش هو ده انطوي بتاع الموسم اللي فات والموسم اللي قبله مع مصر المقص. يعني الموسم اللي راح، اللي ساب النادي الاهلي وراح عرى مصر المقصه، عمل موسم رائع جدا. وبعد كده خدوا مصر المقصه بيع وشراء. وبعد كده قعد الموسم اللي فات عمل شغل كويس، والموسم دوت يعتبر من اقل مواسمه الى حد ما. هل رحيل تراوري اثر عليه؟ لانه تراوري كان هو الثلاثي، كان بيعمل معاهم شغل. هو طبعا تراوري كان لعيب كويس برضه، كان مثلث الرعب في مصر المقصه في الحقيقه. فوافي وتراوري وجون انطوي، مثلث رعب في منتهى الروعه. يعني اتاثروا برحيل تراوري؟ فوافي لا، لان فوافي هو اصلا صانع لعب، وفوافي بيصنع الفرص لنفسه. وفوافي بيعرف يخش جوه ال 18 وياخد الكره ويروح بيها، وهو يعمل يعني زي الاهداف اللي انت شفتها في وافي داخل. هو اللي داخل. وهو اللي بسرعته، وهو اللي بمهارته، وهو اللي جاب الجون. ما تصنعلوش الجون. انما جون انطوي ممكن يتاثر، لان إيريك تراوري، تراوري بيصنع لجون انطوي الاهداف. ممكن يكون جون انطوي اتاثر برحيل تراوري اكتر من فوافي. وهو برضه عشان تصحيح المعلومه، انطوي 11 هدف. 11 هدف مش 10 اهداف. طيب يعني اذا رحل فوافي او انطوي سيتاثر المقصه بشده. مفيش شك، هم قاعدين يبيعوا اللعيبه، قاعدين يبيعوا اللعيبه. انت النهارده يعني هو دلوقتي السنه اللي فاتت كان في الثالث والرابع، وشغال على الثالث والرابع هو المصري. السنه دي ترتيب مصر المقصه السادس. يعني طبعا انت قاعد بتبيع اللعيبه وعايز تدور على مركز. مشكله بجد والله يا كابتن. صحيح. بس صحيح. هو مصر المقصه مش عايز، هو لعلمك استراتيجيه مصر المقصه في انها تكتشف لعيبه وتبيعها. مصر المقصه لعلمك مبنيه على انها يبقى هي بتدور نفسها من نفسها. صحيح. يعني اللعيبه اللي تبيعها تجيب ارقام وتبتدي تصرف عليها مره ثانيه. يعني مش نادي بطوله.
لا هم مصر ما خسرت تلعبش البطوله. ما مش انت كان السنه اللي قبل فاتت ولا السنه اللي فاتت بيلعبوا في الكونفدراليه. وصلوا للكونفدراليه لضعف وهم كانوا مستواهم يعني هو يعني هو هو يعني انت اشتراكك في الدوري العام استثماري اكتر منه فني. ده يمكن فكر مصر. خلي بالك ان تراوري اما جه الكابتن طلعت يوسف كان معترض على انتقال تراوري للبيراميدز. طبعا طبعا. فمحمد بيه عبد السلام قال له انه انا جايبه ب 100,000 وجايب لي 60 مليون. اه ما ينفعش ما يبيعوش. طبعا. امر هيبقى صعب جدا على طبعًا. اي اداره وخصوصا دلوقتي الكوره بقت كوميرشال. بس انت تجيب كمان. مفيش جمهور بيضغط على المقصه. آه. لا وكمان لازم بالزبط. تجيب لعيبه تبقى طيب. افضل هو او قريبه. هو مكتشف لاعبين هو عمال هو جاب هشام محمد حطه آه. عنده النادي الاهلي خده تاني جاب الشيخ احمد الشيخ حطه عنده هم اللعيبه دي كويسه دولت لعيبه كويسه في المقصه ميدو جابر ميدو جابر عمرو بركات كويس عمرو بركات كل ده كويس دولت لعيبه كويسه في المقصه لكن مش لعيبه كويسه في الاهلي ايوه هو باع بقى هو باع بقى هو شاطر هو بعين اللي اشترى هو شاطر هو شاطر بس كده طيب نروح لظاهره حراس المرمى حراس المرمى يعني ابو جبل تالق في مباراه طبعا سموحه والاهلي بشكل رائع جدا هل تالقه يفتح الباب الجدلي من هو الحارس الثالث في منتخب مصر وبرده عايزك تقول لي يا كابتن فاروق ده هنا ابو جبل اللي قدامنا تالق هي تالق رائع جدا جدا وفي نفس الاطار برده بسالك على مستوى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي هل هو الان من وجهه نظرك الحارس الاول في مصر لا ناخد الاول ابو جبل ابو جبل انا ما اقدرش اقيم حارس مرمى على مباراه او مباراتين تقييم حارس المرمى زي المهاجم لازم ياخد وقت طويل وكان السنه دي كان ما كانش في ماتشات كان بيقعد ابو جبل ما بيلعبش يعني المدرب ما كانش بيلعبه كان بيلعب الهادي سليمان مكانه لكن دلوقتي بيلعب هو للظروف هو من حارس في الاتحاد مش الهاني الهادي الهادي آه اوكي اوكي الهادي سليمان هو كان بيلعب فترات هاي. طويله لكن انا شايف الفتره دي ابو جبل كويس لو كل ما كل ما الشغل بيبقى على حارس المرمى كتير كل ما حارس المرمى بيبقى كويس كل ما بيبان بشكل كويس لكن ما هو في التصنيف انا يعني مع احترامي للتصنيف لو قلنا هنقول مثل جنش احمد الشناوي محمد الشناوي انا ده تصنيف اللي انا شايفه تصنيفك. ده تصنيف اللي انا جنش شايفه جنش نمره واحد طبعا واحمد الشناوي ومحمد الشناوي احمد الشناوي عواد فترة... انت متابعه في السعوديه عواد بس انت اربعه هتعمل لنفسك مشكله ما تاخد اربعه لا هتعمل مش لنفسك أربعة. ثلاثه هو ما يخشش في الثلاثه لا ثلاثه انا من وجهه نظري هم الثلاثه كابتن مجدي انت بتدي حارس المرمى على خبرته الدوليه جنش ما عندوش خبره دوليه في المباريات المنتخبات ايوه ما بتكلمش على الدوري ولا بتكلم على البطوله الافريقيه محمد الشناوي واحمد الشناوي الاثنين عندهم خبره دوليه منتخبات أيوة. لعبوا وقفوا تحت ثلاث خشبات ولعبوا مباريات دوليه كتير بدليل انك النهارده لما تيجي لو الاعداد يجيب لنا محمد الشناوي لعب قد ايه واحمد الشناوي لعب قد ايه هتلاقي عدد ارقام المباريات الدوليه للاثنين دول اعلى من جنش مؤكد ف المدرب المنتخب بيبص لدي واحنا قدامنا يعني امثل كتيره جدا جدا لما تيجي تتكلم على زوف فضل حارس منتخب ايطاليا سنين طويله لانه هو لعب مباريات دوليه كتير بصرف النظر عن مستواه جوه في الدوري ما كانش حد بيتكلم يا كابتن فاروق على مش معاك انا انت انا بقول لك اللي بيحصل وجهه نظر او ده رؤيتكم انا بقول لك اللي بيحصل حارس المرمى ملوش دعوه بالكلام ده خالص اللي بيلعب دلوقتي اللي بيلعب دلوقتي في الدوري العام المصري انا مش هو مش هفتح مش هفتح التاريخ محمد الشناوي بيلعب مش هفتح التاريخ وبيلعب وهو مش موفق كتير في المباريات اللي فاتت ليه محمد ده الاول على الدوري مين الشناوي بتاع الاهلي لا يعني إيه الاول على الدوري يعني هو اللي مخلي النادي الاهلي على الدوري الاول على الدوري قعد العوامل يا كابتن لا معلش بس النادي الاهلي النادي الاهلي دفاع كويس بتتكلم على الشناوي بتاع بيراميدز ثالث الدوري وعاملين شكل كويس يعني يا كابتن مالوش دعوه حارس المرمى حارس المرمى مالوش دعوه بالكلام ده اختياره ما هو ده ماليش دعوه بالاختيار انت دلوقتي بتصنف بتقول جنش ما عندوش خبره ما عندوش خبره زي دول الحارس المرمى حارس المرمى اعلى منه حارس المرمى ده بيقف بين الثلاث خشبات غير اللعيب المتحرك في الملعب اللعيب المتحرك في الملعب هو اللي بيبقى عنده خبره سواء في المدافع ما تفرقش ولا تفرق حاجه خالص حارس المرمى ده بيلعب امال جبنا الحضري ليه اللاعب ما هو الحضري انت بتتكلم انت بترد بقى انت هترد انت هترد على نفسك دلوقتي بتقول الخبره امال الحضري لعب ازاي بقى كويس طب انت بترد دلوقتي طيب في حارس المرمى
مفيش حاجة اسمها خبرة. حارس المرمى طالما بيلعب في الوقت اللي هو فيه، بقول لك الحضري مستواه فرد خلاص، ده لازم يكون بيلعب مستواه. ده كان بياخد 3 في النادي و4 3 في نادي ايه يا كان بي... والله في الدوري كان بيخش فيه 3 كابتن والله العظيم يا كابتن، مش كده يا كابتن ولا غلط؟ خلاص يا وجهات نظر، يعني كابتن مجدي وجهه نظره ان الخبره الدوليه مهمه، بس لا تنطبق الخبره على حارس المرمى يا كابتن. هو الحارس المرمى بيجري يا كابتن، ولا انا هقول له ليقتك البدنيه ولا بتاع؟ يا كابتن فاروق جبته من فرقه ما بتنافسش على حاجه خالص وبتخسر، اللي هي ايه؟ طيب اللي هو كان بيلعب فين؟ كان بيلعب في وادي دجله. جبته فين؟ ودجله بعدين راح النجوم بعد كده الحضري، وبعد كده الحضري لعب في دمياط وفي النادي الاهلي. طيب عايز اقول حاجه في المنطقه دي بعد، لا 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 انا بتكلم على الاونه الاخيره، الاونه الاخيره، الاونه الاخيره لما لعب الحضري، لما لعب الحضري زي ما انت بتقول بقى، زي ما انت بتقول ما كانش في حاله بدنيه ولا فنيه كويسه. اوكي خلاص، هي وجهه نظر كابتن فاروق، وجهه نظر عشان توصل للناس انه الجول كيبر بالذات ما تفرقش الخبره الدوليه، انت بتؤكد هذا. خليني بس اقول حاجه، انه جاءني والله اعلم، انا كلمت عن كوجي، لاما كوجي اللي هو المهاجم التوجولي من توجو بتاع نهضه بركان اللي هيلعب قدام الزمالك، وهداف الدوري المغربي الرصيد 17 هدف. الخبر اللي جالي والله اعلم عن مدى صحته من عدمه، ولكن بيؤكدوا لي انه سينتقل الموسم الجديد الى النادي الاهلي في صفقه انتقال حر بدون اي مقابل مادي للنادي، انه خلاص عقده انتهى معاه، والاهلي هيعلن بعد ما يشوف هيمشي مين من الاجانب اللي عنده، لان لازم يمشي اجنبي. هو عنده في الاجانب عنده وليد ازارو، وعنده علي معلول، وعنده جيرالدو وعنده اجاي، لازم يمشي واحد من الاربعه دول. طب لو مشى مشى مين؟ هو وليد ازارو اللي جاي له بيعه المفروض كويسه، ده اللي انا لو جاله بيعه هيجيبوا الراجل ده يخش مكانه على طول. هو كان المفروض طيب. ان الاهلي يمشي وليد ازارو بدايه الموسم ده ماشي مع 10 مليون يورو مبلغ مش قليل، ده في الصين طبعا عقد الصين طبعا يعني النادي الاهلي، وكان يقدر يعمل صفقه تانية تعوض ازارو. طيب بدليل ان بعد كده ازارو ما لعبش، واللي كان بيجيب اجوان مروان محسن، واللي كان بيجيب اجوان لعيبه تانية خالص غير ازارو يعني. انا عندي دقيقه ونص، اتفضل. مع الاسف فاضل دقيقه ونص ما فيش غيرها، كنت عايز افتح موضوع موقف الفرق المهدده بالهبوط، لكن بسرعه جدا 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 هقول لكم. طبعا من السابع مهدد بالهبوط، تمام. طب خلاص هبط الداخليه والنجوم، فاضل لنا كده 16 فرقه. 16 فرقه دول فرقه هتنزل من السابع لل 16. انا بقول الاسماعيلي مش مهدد بالهبوط، ما انا بقول لك من السابع، وطلائع ما هو السابع الاسماعيلي. طيب خلاص طلائع الجيش مش مهدد بالهبوط، انت من ام بي من تسعه، بقول من ام بي من التاسع ماشي نمشيها من التاسع. طيب بسرعه كده هقول لكم بسرعه جدا الفرق اللي فاضله دي، كل واحد فاضل له مين، ترجموا في دماغكم بسرعه. ام بي فاضل له 3 ماتشات، الاهلي والمقصه والنجوم، تقدر تحط قدامك اكس يعني مش هينزل او ممكن ينزل، يبقى الاهلي والمقصه والانتاج، الزمالك والمصري ودجله، الاتحاد، الجيش وسموحه، فاضلوا ماتشين ما فيش غيرهم، وعنده 36 نقطه، عنده الجيش وسموحه، الجونه، الزمالك والاسماعيلي، وعنده 36 نقطه، دجله فاضلوا 3 ماتشات، بيراميدز والحرس والانتاج، يا نهار ابيض، الحرس فاضلوا 3 ماتشات، دجله والزمالك وبيراميدز، سموحه فاضل له بتروجيت والاتحاد، لعب 32 مباراه وعنده 35 نقطه في الدايره، في الدايره طبعا. بتروجيت عنده 34 نقطه، فاضل له سموحه والمقاولين. تختار مين من دول ينزل بالماتشات اللي انا قلتها دي؟ موقف معقد. الجيش انت مطلعه بره لانه 37 نقطه، وانا موافق، انا مطلع الجيش والاسماعيلي طبعا. قول امبي موقفه صعب، وان كان امبي ممكن يعدي يعني ممكن يخسر. طيب. من النادي الاهلي، خليك معانا يا كابتن فاروق. امبي يفلس، امبي هيخسر من النادي الاهلي، وممكن يعمل نتيجه ايجابيه مع المقصه او النجوم. طيب امبي يفلت، فيفلت عشان الوقت عندي صعب قوي، فانا عايز تقول لي مين وانت تقول لي مين. احنا قلنا امبي هيفلت. طيب الانتاج عنده الزمالك وعنده المصري وعنده دجله. الانتاج داخل في الدايره، احسب معانا يا كابتن فاروق، احنا ماشيين ماشي، انا معايا اهو كابتن. الانتاج داخل في الدايره يا كابتن، الانتاج داخل في الدايره، ثلاث ماتشات صعبه. الاتحاد المصري عايز يكسب عشان يبقى الرابع، ودجله ماشي برضه، ودجله وخد بالك دجله في الدايره. طيب نروح لدجله دلوقتي. الاتحاد فاضل له الجيش وسموح وعنده 36 نقطه، ماتشين بس. سريعا، لا الاتحاد ما هيعدي ماشي. الجونه عنده 36 نقطه، فاضل له الزمالك والاسماعيلي،
ماتشين صعبين جدا. هيخش في الدايرة. داخل في الدايرة. دجلة عنده 35 نقطة، فاضل له بيراميدز والحرس والإنتاج. لا داخل دجلة هيعدي. هيعدي. الحرس 35 نقطة، فاضل له دجلة والزمالك وبيراميدز. الزمالك وبيراميدز ودجلة. الحرس في الدايرة. في الدايرة. سموحة فاضل له بتروجيت والاتحاد وعنده 35 نقطة. سموحة في الدايرة، ما احنا اتفقنا. في الدايرة خلاص، بتروجيت آخر واحد 34 نقطة، فاضل له سموحة والمقاولون العرب. في الدايرة بتروجيت. في الدايرة، أنت كده اديت أربع خمس فرق في الدايرة. أربع فرق بس. ما فتنيش. أربع فرق اللي في الدايرة. اللي هم الجونة، الحرس، سموحة، بتروجيت. الجونة والحرس وسموحة وبتروجيت. كابتن فاروق احنا موافق على الاثنين اللي نازلين خلاص. خلاص اثنين نازلين. لا شعب النازلين بقى. هو جونة والحرس وسموحة وبتروجيت. كابتن مجدي بيقول واحد من الأربعة دول. بتروجيت وسموحة. يا سلام عليك. بتروجيت وسموحة واحد من الاثنين دول. واحد منهم اللي هينزل. واحد من الاثنين دول. أنت مطلع الحرس والجونة. بره بره النزل. بره طلعت الحرس بره؟ لا لا ما أنا بقول الحرس، الحرس والجونة. لا بتروجيت والحرس هم اللي بتروجيت وحرس الحدود هم واحد منهم هينزل. وسموحه ما هو في ماتش ما بين سموحه وبتروجيت يا كابتن. طب انا بقول لك ما خلاص هو عنده ماتش تاني، عنده ماتش تاني. طيب يعني انت حضرتك قلت بتروجيت وحرس حدود واحد منهم هينزل. كابتن مجدي قال الجونه، حرس حدود، سموحه، بتروجيت، واحد منهم هينزل. اتصل ابو جابر عشان ما شاء الله برنامجكم متابع من الدنيا كلها، فبس بيصحح معلومه عند حضرتك. كابتن فاروق بيقول ان هو اخر ثلاث سنين هو اللي كان بيلعب على طول. المهدي سليمان لعب أربع مباريات في الكاس فقط لا غير، وبقية الماتشات هو اللي بيلعبها الأربع سنين لغاية لما راح بيراميدز. ما هو على الهادي مش أبو جبل. لغاية ما مشي. المهدي سليمان. المهدي بالظبط كده. بس هو ده كويس إنه بيصحح لنا حاجة جميلة، هو حارس كبير يعني. كابتن فاروق شرفته ونورت. ربنا يخليك. معلش جريتكم شوية. معلش. كابتن مجدي شرفته. شكرا كابتن مجدي. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. غدا بمشيئة الرحمن عندنا مباراة بيراميدز ووادي دجلة الساعة 10 مساء بمشيئة الرحمن مع الزميل العزيز الكابتن خالد لطيف. أشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.